3 معالق كبيرة من زيت الزيتون، بصلة واحدة، حبتين بطاطا مقطعين، كمان إحنا بدنا 10 حبات كوسة متوسطة الحجم، وبدنا 4 أكواب من المي الدافية، ملح وفلفل، كوب من الكريمة، نص كوب من السلري مفروم، نص كوب كرات مفروم، نص كوب شبت مفروم، ومعلقتين صغار من الليمون. أول إشي يا أستاذة روان، أيوة. هاي شوربة الكوسة كتير شوربة طيبة، اللي ما بيحب الكوسة كتير داخلها حبة بطاطا فرح يتحيروا بالطعم، وكل إشي أخضر بخطر عبالك من الخضار دخلته، شبت، كرات، وسلري، هدول الثلاثة رح يعززوا نكهة الكوسة بطريقة كتير حلوة. حبت. وعلى فكرة أنا يعني ما بعرف قلت لك قبل هيك إنه أنا من الكوسة من الخضار اللي كتير بحبها وبحسها مظلومة. صح. يعني بحسها كتير فيها أشياء ممكن نعملها غير عن الأشياء المتعارف عليها. طيب روان، أنا رح أضيف شوي من الشبت اللي عندي، أنا بحب الشبت دائما يضله طازة للآخر، بس برضه رح يعطينا يعزز النكهة ويعطي هيك لون حلو لشوربتنا اللي كلها خضار. هلا بعد ما قلبتهم زي ما شفتوا بس أضفنا ملح وفلفل. ما رح أضيف أي نوع توابل تانية لأنه كل هاي الخضار اللي عندي كتير غنية ورح تعطي نكهة كتير مميزة. رح نضيف المي. أوكي هلأ رح نطحن الشوربة. طيب هلأ شايفين أنا طحنتها، ما بدي إياها كتير تكون مرقة لأنه رح أضيف لها الكريمة. أوكي روان، فهلأ رح أرجعها على النار ونضيف الكريمة اللي عنا، والكريمة حسب الرغبة، يعني بدكم تضيفوا نص كوب ضيفوا، بدكم ربع كوب، بدكم كوب، بدكم ما تحطوها بالمرة، بصير هلأ بدك تخليها على نفس الكثافة هاي؟ رح خليها، يمكن أرخيها شوي بالماء قبل ما نسكبها. هلأ منشوف.